så vad vi vet är att det var sunnitiska familjer som stod bakom utseendet. Ja, ja. Så det är något som de står ju bakom för. Ja. Men, alltså ja, så enkelt är det. Det är något som sunnitiska står bakom för. Och det är det vi vill se mot. Så att där egentligen, om vi skulle sammanfatta det, så är det egentligen det handlar om makt och inte om yttrandefriheten. Exakt. Alltså, vad vi vet det är att det inte är ett land som har gjort det. Utan det är privatpersoner som har gjort det. Nej, men så är det ju. Men exakt. På vems uppdrag kan vi att säga? Att stoppa det är ju främst USA i Sverige. Att stoppa sånt. Det är det främsta uppdraget de har att göra. Vi muslimer utomlands kan kräva att det sker. Antingen att man följer lagen så som den säger att den ska följas. Att man inte ska kränka någon annan. Egentligen, alltså, vi kräver också en liten lagändring. Lagförändring. Att ingen bör diskrimineras. För det är inte yttrandefrihet. Nej. Det här, tycker ni, är det här bara en film eller är det en politik? Politik. Vilka länder kan vara bakom det, tycker ni? يا الدول اللي وراها هذا الشيء عندك اليهود وعندك الصهيونية مو اليهود وإنما الصهيونية والأمريكان يهودنا وأمريكا vad tycker ni om den judiska lobbyn judisk-sionistiska lobbyn عنصر هي الصهيونية حركة صهيونية أكبر من كل حركة في العالم ضد الإسلام ضد الإسلام from Korea and were mot Islam mot andra religion and också det är inte bara Islam som helst de var mot kristna också egentligen ما بالنسبة لي شخص شنو دليلي إذا ما أتأكد بدليل ملموس يبل سيء لكن أقول هذه هناك سياسة عالمية عندها معارف ولا أكو ناس يهود الآن يشاطرون بمصالحنا يشاطرون بهمومنا يعني أصحاب ديانات أكو يهودين هنا بالمقدمة شفتم؟ يعني ولو يعني ضد في سيودا اوكسو مو سيودا احنا بالنسبه لليهود كديانه نحترمهم باعتبار شنو شاطر خلف الريون يودا يودا سيريليون بها الرسبكت على الله يودا بس هو سيونيستيسك لوبين اه من ده اسم هم هم بروتر هم صار سو لينج دوم بي بيت انت اكزاكت هذا هم اليهود كديانه نحترمهم ونشاطرهم بالتوحيد وما شكل ذلك لكن اما اليهود العنصريين اليهود القتلة اليهود الذين لا يحترمون الشعوب ويعتبرون نفسهم شعب الله مختار لغتهم نصار نردي اليهود انا ده فينس يهود اسمه ريسبكتير الروس وفي ريسبكتير دوم من ده فينس مصر يهود اسمه ايرموت مثلا يعني شنو ايرموت على اندرا لندر مون سي سو في ايرموت دوم يعني شنو السبب هو انسان وانا انسان ليش يفضل نفسه عليه شو بورفر دوم دوم خلاق خيلا من الناس في ايرمن فور دوم ايرمن فور سام يعني اذا عايشين بنظريه الشعب الله المختار خلينا الان يفقهون التطور دوم ترو فوت فور اند دوم اير بيست من فور ايفر هذا انتهت ده جامد هو انسان وانا انسان شنو يفضل عليه بيار من فرصه هل هو خلق من الذهب وانا خلقت من التراب دم فرصه اوف جولد وبيار